بسم الله الرحمن الرحيم. راح نكمل هذا المثال. مثال هذا نعتبره السؤال هو، وجبناه في سنوات سابقة، هسه راح نعتبره مثال للتوضيحي لهذا الموضوع للإجراء الأدياباتي كتطبيق على الإجراء الأدياباتي. إذا عدي كيلوغرامين من الهواء، هذا المثال، محتوات في إناء أو في خزان معزول عزل جيد، معزول عزل جيد. حجم هذا الخزان هو 16 المتر المكعب، 16 المتر المكعب، 6 بالعشرة من المتر المكعب. الخزان هذا هو داخله، أو يعني ويا بيدل ويل. بيدل ويل مثل ما عرفناها هي عبارة عن خلاط، أو يعني مروحة بداخله تتحرك، تسبب يعني طاقة مضافة إلى طاقة البيدل ويل، هو ينجز شغل على الماء، الهواء اللي بداخل الخزان، ينقل طاقة هنا للهواء الموجود بمعدل ثابت، معدل للطاقة ثابت مقداره 10 واط، 10 واط. هاي الطاقة المضافة مقدارها 10 واط لمدة ساعة. هاي الطاقة هنا منطناها كباور، باور بالواط، باور 10 واط لمدة ساعة، فأقدر أطلع من عندها الشغل، يعني الطاقة انيرجي بالجول. إذا هاي 10 واط أضربها بهذا الزمن ساعة، أحوله يعني 3600 أقدر أسوي ثانية، حتى لأنه الواط هو جول على سكن. يقول إذا ماكو تغير بالطاقة الموضع ولا يعني بطاقة الحركية ولا بطاقة الموضع بالنسبة للغاز، فيريد من عدي السبيسيفيك فوليوم للحالة النهائية، يعني هاي عملية الخلط اللي سويناها بداخل الخزان، عملية التحريك للهواء اللي بداخل الخزان لمدة ساعة كاملة، يعني من بداية الإجراء إلى نهايته بعد ساعة. شنو الحجم النوعي بالمتر المكعب لكل كيلوغرام specific volume اللي هو ثابت، لح يكون يعني هو ما تغير، للكتلة تغيرت ولا حجم الخزان تغير، فحيكون ثابت. المطلب الآخر يريد الطاقة المضافة بالشغل هذا مال البيدل ويل. هنا ما عندنا شغل إزاحي، عندنا شغل مال بيدل ويل فقط. ويريد التغير بالطاقة الداخلية specific internal energy، يعني الطاقة الداخلية النوعية، التغير اللي صار بها للهواء بوحدات الكيلو جول لكل كيلوغرام. هنا الفرضية اللي نخليها انه ماكو تغير، من منطوق السؤال ماكو تغير بالطاقة الحركية وطاقة الموضع، وايضا السيستم هو well insulated، يعني معناها الحرارة المضافة او المنتقلة عبر الخزان لح تكون صفر، الكيو من 1 إلى 2 تكون صفر خلال هذا الإجراء، لأنه معزول عزل جيد، يعني نهمل الحرارة المنتقلة. هو أي عزل الحقيقة ماكو عزل مثالي يعني صفر الحرارة، لكن نقدر نهملها إذا كان العزل جيد جدا، يعني الطاقة المنتقلة تكون قليلة جدا، الحرارة المنتقلة، بحيث ممكن أهملها وأقول ساوي لنا صفر. هسه نجي على الفي، هنا كونستانت، هنا الاجراء الحقيقه هنا هو ثابت الحجم وبنفس الوقت ادياباتي، ثابت الحجم وادياباتي. في يساوي لنا كونستانت، يعني ما تغير، ما قال خلال السؤال انه الحجم راح يتغير، خزان ومغلق ومحكم الغلق ومعزول عزل جيد. طيب في هذا الفي الحجم اللي هو 0.6 منطينا اياه متر مكعب، على 2 الكتلة 2 كيلوغرام ينطينا 0.3 متر مكعب لكل كيلوغرام. هذا المطلب الاول واللي هو بسيط كلش. المطلب الثاني لكيو من 1 إلى 2 ناقصا دبليو، هذا هاي المعادلة تمثل القانون الاول للثرموداينامكس. اذا ماكو عندنا شغل اذا ماكو عندنا العفو طاقة موضع ولا طاقة حركية، مثل ما هو قايل، مثل ما استنتجنا من السؤال، هذا يريد من عدي هنا الطاقة المنتقلة على شكل شغل.
هنا قلنا بالإجراء ثابت الحجم، لما يكون الحجم ثابت ومثل ما هو قايل هنا الشغل الإزاحي يكون صفر الشغل الإزاحي، لكن قلنا إذا أكو شغل ثاني غير الشغل الإزاحي يكون موجود، اللي هو هنا البيدل ويل ده ينجز شغل، هو قايل لنا ده ينتج شغل هذا البيدل ويل بمقدار باور من طنها 10 واط لمدة ساعة كاملة. طيب لهذا الإجراء إجراء أديباتي قلنا معزول عزل جيد، نهمل الحرارة المنتقلة كيو من 1 إلى 2، هذا راح يصير 0 لكيو. الشغل اللي موجود هو البيدل ويل، البيدل ويل اللي هو ينطينا طاقة، ينطينا الشغل مبذول على النظام، مبذول على الخزان، على الهواء اللي موجود بالخزان، يساوي لنا الدلتا يو. اذا الناقص ان دبليو راح استنتج ناقص ان دبليو من 1 إلى 2 يساوي لنا الدلتا يو من 1 إلى 2. هنا الحقيقة الدبليو هو من 1 إلى 2 بحد ذاته هو سالب، ليش؟ لأنه هنا هذا الشغل مبذول على النظام، مضاف للنظام، مضاف للنظام فيكون سالب. ومقداره أقدر أوجده دبليو من 1 إلى 2 هو 10 واط، أضربها في الزمن حتى أحولها إلى إنيرجي، من قدرة إلى طاقة، من قدرة إلى طاقة، من باور إلى إنيرجي، أضربها بالزمن. الزمن لازم وحدات الواط هو جول على سكند، فهذه لازم الزمن اللي المعطى لازم يكون بالسكند، الواحد ساعة هنا اللي منطينا اياها احولها الى 3600 ثانية، يساوي لنا ناقصا 36000 الناتج جول، ويساوي لنا ناقصا 36 كيلو جول. طيب هذا بالنسبة لي الشغل المنتقل، الشغل المضاف بالبيدل ويل. ما عندنا شغل ازاحي هنا، ما عندنا مكبس الاسطوانه، خزان حجمه ثابت ومغلق ومعزول. طيب الدلتا يو من 1 إلى 2 من هاي المعادله هو يساوي لنا الناقص ان دبليو من 1 إلى 2، ويساوي لنا الناقص ناقصا 36، ويساوي لنا 36 كيلو جول. هاي الطاقه الداخليه، فعلا تزيد الطاقة الداخلية، مقدارها موجب تزيد الطاقة الداخلية من 1 إلى 2 خلال هذا الإجراء. ليش؟ لأن دا أحرك الهواء، دا نحركه بالبيدل ويل، دا نضيف لحركة فدا نضيف لطاقة، وبالتالي طاقة الداخلية تزداد. فهنا يريد هو المطلب الثالث التغير بالطاقة الداخلية بوحدات بالسبيسيفيك انترنال انرجي، تغير بالطاقة الداخلية النوعية specific internal energy، يعني small u، تغير بالsmall u للهواء بوحدات الكيلو جول لكل كيلو غرام، إذا نقسمها على الكتلة حتى تطلع لي يعني الطاقة الداخلية specific internal energy، الطاقة الداخلية النوعية أقسمها على الكتلة اللي هي منطينا إياها 2، فصير عندي 36 على 2 تساوي 18 كيلو جول لكل كيلوغرام. وبهذا يكون السؤال انحل. وأحب أنطيكم ملاحظة يعني لازم تهتمون بها دائما، الوحدات لازم تكون متجانسة، إذا بالكيلو جول كل المعادلة بالكيلو جول، وإذا بالجول كل المعادلة بالجول، وإذا منطينا بالبار أحوله إلى الباسكال، من استخدم المتر المكعب أو من استخدم الجول، إذا منطيني ضغط لازم أحوله بالباسكال. هاي تجانس الوحدات مهم جدا، هواية منكم اللي استلمت منهم الواجبات غلطانين بالوحدات، يعني الوحدات ما مجانسين الوحدات فطالع عندهم أخطاء، يعني معوض بالبار وهي المعادلة لازم يعوض بالباسكال، ما محول البار إلى الباسكال. ولهنا أشكركم، نكمل مقطع جاي.